تكونش ربما خيط وقت الجمعي بل الجائحة في افتراض انت وانت اللي درتي على الفرقة وزارة الصحة وزارة الداخلية. نعم صافي و كنتمنى انه حنا من بعد ما توقفنا على بدا الظروف نتاع جائحه كورونا في شهر 3 يعني حبسنا لمده 3 شهور وما بديناش حتى ديك شهر 6 يعني في اوائل شهر 6 يعني ما كانش اقبال يعني نقص داك الشيء شويه مابقاش ما كانش الاقبال ديال نتاع الكليان والسلعه كانت قليله يعني ما كانش السلعه وداك الشيء علاش اضطرينا انا قله السلعه كتطلعوا الاسعار وما كتكونش يعني والشيء اللي كان كنتمناو ان هذا الوباء ما يبقاش يعني ما يبقاش في اقرب وقت ممكن ويتحلوا يعني الطرقان وتولي التجاره وهذا الشيء اللي كاين الطلب كاين ولكن السلعه ما كايناش يعني ما بقاتش السلعه يعني السلعه اللي ما كايناش السلعه اللي قليله يعني ما بقاش السلعه والطلب كاين وحتى الكليان ما بقاش كيجي بزاف يعني خدامين دابا غير بالتواصل الاجتماعي كنوصلوا السلعه نديروا لا ليفريزون هادشي اللي خدام هاد الساعه كنطلبوا تطلقوا الطرقان مثلا يعني وكنطلبوا يعني كنتمنوا ان هادشي ما يبقاش يعني الجائحه ما تبقاش باش يرجع داك المتنفس باش التجار كلهم يعني يلقاو داكشي اللي بغاو وتحرك القضيه شي اللي كاين.